الله. ما حد Thank you.
جمعه اللي ساندوا نعمان جمعه وكسفوا الالفه وطالب بخالتهم وطالب بمحاسبتهم. كمين معمول للبلوات؟ كمين بيتعمل الوقت يا جدعان في البلد؟ مقتنع معاهم في الصوره. أشهد أن أحمد ناصر وسعيد بن نعمان جمعة وأحمد ناصر كان بيضرب النار. وصديق أحمد ناصر يا رب أحمد نعمان جمعة. هذا الرجل المجنون المجنون يجب أن يقف عند حد. مش هيخرج. الناس طلبت قصاص. هم صاحب الحزب العين بالعين. صاحب الحزب. وأنا سمعت أنا امبارح. وأنا وصليت بحيل وخمسة من شباب الوقت. وأنا رئيس شباب الوقت من الآن عضو لجنة الشباب الشرعية ومراسل جلسة الوقت الشرعية. ففوجئنا واحنا قاعدين هنا بالليل ما بننامش طبعا بحس الحزب ان في ضرب نار هنا. فالاية انجلت على ضرب النار ففوجئت بكتير نعمان جمعه وبصحبته 60 بلطجي معهم ثلج ومطاوي وجنازير وماء وزايد مولوتوف. وفوجئت الدكتور نعمان بقى بيامرهم فطلعوا الكلاب تقول لي البلطجيه اللي جابتهم وفلوس. وفوجئت ان واحد عم هنا في صحته اليمنى بطعم تسبب في احداث جرح غائر وخيط المستشفى 5 جرح. ورحت هنا بردك خنجر بردك من بلطجي اداني خنجر فيه 5 جرح بردك. وشات فيه جرح حواليا فطلعت بعروبه من الحزب وجنازير ورا الظهر قعدوا هناك كمان بردك. ويا دكتور ما جوع ما حدش يطلع سليم من هنا يا عم طلعت سليم بعروبه. فاحنا بنحمل الدوله المسؤوليه وزير الداخليه وحبيب العدل لازم استقالته فورا حبيب العدل لان هو المسؤول عن هذه المهزله التي حدثت. وكان بتوع عند الدوله هنا على البوابه هو الحاجات اللي عملوها هو في النفس. وقال محمود اباظه نجوم الصلاه ربنا ينسي كراسي الحزب ومهما ولو هدفع الثمن ومهما كان الثمن غاليا.